امام کعبہ کی دعائیں اہل پاکستان کے حق میں قبول فرما لے، آمین۔ اللهم وفق اخواننا في باكستان، اللهم وفق اخواننا في باكستان، اللهم اجمع قلوبهم ووحد صفوفهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم املأ قلوبهم بالإيمان والسنة، اللهم املأ قلوبهم بالإيمان والسنة، اللهم اجعلهم إخوة متحابين متآلفين على الخير متعاونين، اللهم ارزقنا وإياهم أمنا وإيمانا وسعادة واطمئنانا يا ذا الجلال والإكرام.